مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. الفقرة دي فقرة مهمة تهم كل أعضاء النادي الأهلي. أعضاء النادي الأهلي بيهمهم اللجان الفعالة مع النادي الأهلي. كان حاجة مهمة جدا جدا في محور عائلة الأهلي، برنامج عائلة الأهلي اللي كابتن محمود الخطيب قدمه للجمعية العمومية، إن يكون عندنا لجان. اللجان دي تعمل ايه؟ تشتغل مع الاعضاء على طلباتهم وتعمل لهم حاجات كتيره زي لجان المراه ولجان الشباب وحاجات كتيره جدا. 9 لجان شغالين في النادي ولجنه الطفل فعلا شغالين على اداء مشرف جدا برئاسه الاستاذ محمد يوسف رئيس اللجنه العليا للجان. معانا لجنه مهمه النهارده كانت متوقفه كتير في النادي الاهلي، توقفت كتير لكن هي نص الدنيا زي ما بنقول، او ممكن تكون الدنيا كلها عشان يبقى الكلام واضح، لكن فعلا كانت متوقفه كتير من زمن فترة شوية. لكن لما جه كابتن محمود الخطيب كان ليه رأي في هذا الموضوع، وكان قال لازم تكون موجودة ليها دور جوه النادي، لدرجة ان كل لجان النادي فيها 20% من المرأة، وهي المرأة تقريبا هي اللي شايلة الحياة دلوقتي في كل انحائها. دي حقيقة، خلينا نتكلم بصراحة شديدة جدا جدا جدا. معانا النهاردة رئيسة لجنة المرأة دكتورة عزة سيان، شعلة من نشاط في النادي الاهلي، هي واللجنة كبش بلد. دكتورة عزة منورانا. مساء الخير. ومعانا سكرتيرة اللجنة الأستاذة رانا بدر الدين، منورانا. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. هي نص الدنيا ولا الدنيا كلها؟ المرأة الدنيا كلها طبعا. أنت صح؟ لازم تقولوا كده. دكتورة عزة، عايز أبدأ مع حضرتك من البداية. لما من زمان كانت لجنة المرأة متوقفة، لكن أعاد كابتن محمود الخطيب لما جه النادي الأهلي مرة تانية، أعاد لجنة المرأة ودور المرأة في النادي الأهلي. ده حقيقي، بس خليني الاول اقول اهلا بحضرتك واهلا بقناه النادي الاهلي. اهلا بيك. واسمح لي اولا اقول رحمه الله على الدكتور خالد توحيد، رحمه الله عليه، ربنا يرحمه ويحسن اليه ويغفر له، كان قيمه وقامه عاليه وغاليه جدا. دي حقيقه. ثانيا الحقيقه قناه الاهلي دايما شريكه في النجاح، على الحمد طول لله. على طول بتنورونا في كل الايفنتات والنشاطات، فالحقيقه بتعملوا عمليه توثيق للجهد والعمل، والحقيقه كلنا بنكون مبسوطين جدا مجرد ما بنشوفكم في اي ايفنت. دي حقيقة، ربنا يخليك. اتفضلي. صحيح، لجنة المرأة عمرها حقيقي كان صغير جدا، يعني احنا تقريبا ما كملناش شهور، بس الحمد لله لجنة المرأة حققت من النجاح ما جعلنا جميعا نفتخر الحمد لله كلجنة. هو انا بس عايز اجيب البدايه بعد اذن حضرتك. البدايه ان كانت لجنه متوقفه، وكابتن محمود حطه في البرنامج عائلات الاهلي وقال ان في لجنه مراه واصر على هذا وبدانا تشكيل اللجنه. يعني عايز ابدا من الاول خالص، ده حقيقي ما الذي حدث؟ ده حقيقي، دي كانت رؤيه مجلس الاداره الموقر بقياده الكابتن محمود الخطيب، لقى انه المراه ليها دور مجتمعي وجزء لا يتجزأ من الكيان ومن المجتمع، فلازم يكون ليها دور فعلا في النادي وكمان بره النادي. استقبلت الخبر ده ازاي لما عرفت لجنه مرأة بتعود مره تانية قبل حاجه تخش اللجنه؟ لا انا طبعا كنت سعيده جدا، لانه ما كانش فيه طبعا لجنه مرأة، وكنت لانه انا كمان شغلي مرتبط بقضايا المرأة كاستشاري علاقات اسريه، فكنت حابه جدا انه يعني شغلي كمان يمتد لجوه النادي لخدمه عضوات النادي. تمام. رنا قولي لي استقبال الخبر ان انت في لجنه مرأة، قبل برضو عايز اعرف قبل ما تخش نتعمق في الحديث، استقبلتي الخبر ازاي واصحابك قالوا ايه في جوه النادي الاهلي؟ بص احنا الاول طبعا اول ما سمعنا ان في اعلان، كان في اعلان في السوشيال ميديا وفي كل حاجه، فلا بجد هيرجعوا لجنه المرأة يعني. لا سربرايز يعني. فقدمنا وخش برضو متخيله، لان كان في كم هائل من الناس مقدمه جدا يعني. يوم الانترفيو كنا كتير جدا جدا جدا، كل الناس عايزه تيجي تتطوع لاجل النادي الاهلي، فطبعا كان بالنسبه لنا ان احنا نتقدم. وكان الدكتور عزة طبعا معانا انترفيو مع مستر محمد يوسف، كانوا بيركزوا بقى على الكفاءات في كل حاجه، احنا نكمل بعض بحيث ان حضرتك لو شفت التشكيل هتلاقي بنكمل بعض في كل حاجه. تمام. تشكيل اللجنه، انا عايزه بس اقول حاجه بقى رنا، حاجه مهمه جدا عايزه اقول ان لاول مره في النادي الاهلي يتم اختيار رؤساء اللجان واعضاء اللجان بطريقه ثانيه خالص، بعيده عن اي شيء غير الشفافيه والحداد تماما. من خلال ايه؟ من خلال سيره ذاتيه ومقابلات شخصيه. فالحقيقه رئيس اللجنه العليا بقياده الاستاذ العظيم الرائع استاذ محمد يوسف، الحقيقه هو كان بيعمل الاختبارات مع اللجنه العليا الحقيقه، وتم الاختيار بناء على زي ما قلت لحضرتك سيره ذاتيه ومقابلات شخصيه. تمام. وعليه بالتبعيه قمنا كمان باختيار عضوات اللجنه بنفس الطريقه برضو، اختار الرئيس الاول وبعد كده بدا يختار اللجان، ولا هو عمل ايه؟ معلش. اختار الرؤساء اولا، وبعد كده هو مع رئيس اللجنه
ومع أعضاء اللجنة العليا قمنا باختيار بقى أعضاء اللجان، يعني كل واحد بقى على حدة تشكيل لجنة المرأة واحدة واحدة عشان ما ننساش فيهم حد، عشان أنا مش حافظهم صراحة زي حضرتك. اتفضلي. أنا بس عايزة أقول حاجة بمناسبة إنه إنشاء لجنة المرأة، إحنا كلجنة عمرنا ما كنا عملنا اللي عملناه خلال 10 شهور، أو إن شاء الله بإذن الله الخطة القادمة واللي هنعرضها إن شاء الله للنادي بإذن الله، من غير قيادة حكيمة حقيقي ومن غير دعم، دعم من مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب، ودعم من الإدارة التنفيذية السيد العميد محمد مرجان والأستاذ العظيم أستاذ محمد يوسف رئيس اللجنة العليا للجان. طب نقول التشكيل. نقول التشكيل. هو في حاجة، في إحنا ابتدينا كانت البداية في شهر 5 الانطلاقة، أول الانطلاقة، بس قبلها كان التشكيل. التشكيل ده إحنا عملنا تشكيلين، وهقول لحضرتك ليه التشكيل التاني. أول تشكيل كانت اللجنة مكونة من أنا أطلقت على أسامي عضوات اللجنة وردات الأهلي الحقيقة وشركات النجاح. يا رب دي حقيقة، ده النادي الأهلي هو النجاح سواء في التشكيل الأول أو في التشكيل التاني. تمام. فأول تشكيل ضم الأستاذة أو الأساتذة نداء داوود، دي كانت مقررة اللجنة وحاليا رئيس لجنة الطفل. بنتمنى لكل أعضاء لجنة الطفل التوفيق والنجاح. كمان كان في شيرين راغب عضوة، علا صلاح، سهام سيد، دينا محسن، أمل أحمد، أسماء عبد الله، ورشا محمود، ورنا بدر الدين سكرتير اللجنة. تمام. يعني في التشكيل الأول والتشكيل الثاني. ثم قرار، جاء قرار اللجنة العليا ومجلس الإدارة أنه لازم يكون في لجنة طفل لجنة مستقلة. ضمت بعض من عضوات لجنة المرأة، فكان علينا أن احنا نستكمل اللجنة مرة أخرى، اللجنة بتاعتنا مرة أخرى. فكان التشكيل الثاني بقى ده النهائي دلوقتي. تمام. حاليا الأستاذة سهام سيد مقررة اللجنة، الأستاذة رنا بدر الدين سكرتير اللجنة، الأساتذة أمل أحمد، رشا محمود، رباب نصر، رنا أسماء عبد الله، نسمة حسن، سلا حامد، سمر محسن. ده التشكيل الحالي. سلا دي صغيرة صح؟ أعتقد تحت السن، لأنه احنا في 50% تحت السن. تمام. ده التشكيل الحالي. تمام. فالحقيقة أنا عايزة أقول التشكيل الأول أو الشركاء النجاح في التشكيل الأول أو التاني. لو قلت شركاء النجاح هذه كلام كتير على شركاء النجاح. عايزة أقول لهم شكرا، هم حقيقي عايزة أقول إن هم قد إيه كانوا بيشتغلوا شغل جبار، ما بخلوش بجهد أو بوقت أو بأي شيء الحقيقة يعني. تمام. رنا لازم أقول لك على حاجة برضو قبل أن أتعمق، لأن لسه تعمق كتير معاك بصراحة. أكيد وأنت قاعدة في وسط السيدات النادي وعضوات النادي كان ليهم آراء قبل ما يتخشوا اللجنة، عايزين النادي يعمل حاجة، كنت بتاخدي الآراء دي وكانت في حسبانك وبدأت تشتغلي عليها مع كل الناس الموجودين، ولا رأيك إيه؟ بص احنا الأول طبعا أنا ليه صحاب طبعا في النادي وإحنا صحاب، فكنا بنبقى عايزين حاجة سبيشاليست، دايما بنقول عايزين حاجة سبيشاليست من الستات، لأن أغلب النادي لو التمرين هتلاقي الست قاعدة بره مستنية ابنها، لو قاعدين حتى مع بعض أغلب حتى ترابيزات الصبح يبقى أغلبها سألين أنا مدرجات مليانة سيدات كل التدريبات. حتى دلوقتي وإحنا بنحضر الماتش دلوقتي المدرج كله أغلبه سيدات، إحنا دلوقتي ثلاث أرباع النادي، لأن طبعا الوقت بتاع الشغل دلوقتي الرجالة بقت مشغولة أغلب وقتها. تمام. فكنا عايزين إزاي تبقى مفيش واحدة على ست قاعدة كده. حلو أوي. ازاي نعمل لها يعني تاخد التايم بتاعها كله وهي قاعده مثلا بدل ما بنها في تمرين هي تطلع تعمل حاجه. تمام. عندنا ايفنت نظمنا ايفنتاتنا على كده. ده بالنسبه للكلام المرسل يعني. كويس. بلس على كده عملنا لقاء مع العضوات، بنقعد معاهم في كل فرع نسمع منهم ايه المقترحات، ايه الشكاوى اللي عندهم، ايه الايفنتات اللي ممكن يعملوها، لو احنا عاملين ايفنت نعمل زي سيرفي صغير، ايه اسماء الناس اللي احنا ممكن نطرحهم المره الجايه سواء ندوه سواء حاجه تانية. وكانت اغلبها بتروح للحاجات اللي هي الاب نورمال زي اليوم الريفي، زي الحاجات اللي هو ما بتحصلش. انا عايز اعرف اليوم الريفي بيتعمل ازاي. دكتوره عندي سؤال محيرني لازم اسالوك انت شخصيا. اتفضل. في كل لجان النادي قالوا ان في 20% سيدات، مظبوط؟ تمام. ده حقيقي. ده في كل اللجان. ده حقيقي. واشمعنى عند حضرتك كلهم سيدات؟ اشمعنى ما دخلتوش الرجاله؟ ده سؤال. ده انا بتكلم بجد، خلي بالك مش سؤال يعني، انا فعلا اكيد ليه دور واكيد ليه هو برضه ليه راي وموضوع يختلف. طيب تعالى نقول ان المراه هي اكتر واحده تحس برغبات واحتياجات المراه اللي زيها. تمام. فعلي بعتقد انه كانت او كان التوجه انه عضوات لجنه المراه يبقوا جميعا من السيدات او من الفتيات عشان يعرفوا يلبوا او اولا يحسوا ويستشعروا باحتياجات النساء او احتياجات عضوات النادي بصفه عامه.
انا شايف ان حضرتك متحيزه جدا بصراحه. متحيزه؟ بصي الكلام متحيز. خلينا نخش في الاحداث. عملتوا احداث رائعه، خليتيني جريتيني لليوم الريفي. التفكير جه ازاي؟ ازاي بتفكروا في اللي تعملوا ايفنت وازاي تطبقوه؟ بص طبعا احنا ابتدينا الاول، اول ايفنت لينا كان 24/5، يعني اقرب من كمل سنه. بصي لا احنا هنروح اليوم الريفي. انا عارف اللي هو ايه، هو انت جبتيني اليوم الريفي، انت اللي وديتيني من سنه. اليوم الريفي ده كانت فكره، احنا عندنا حاجه اسمها عضويه مشاركه. كويس. ان ناس من من سيدات النادي وعضوات النادي يتفقوا معانا بافكارهم، يعني مش اللجنه مش العشره اللي احنا بس، لا ده في عضوات مشاركه في كل فرع كل حاجه. فاتفقنا ننقل الجو الريفي جوه المكان ذات نفسه. ليه؟ يعني ايه اللي جاب التفكير؟ يعني ان احنا الناس كلها دلوقتي بتروح، مش عايزين بس لا 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 بستفسر جدا. الناس كلها دلوقتي بتروح قريه الريف المصري وبتروح القرى دي كلها كانها رحله. طب احنا بقى عايزين الجو ده يبقى جوه النادي بتاعنا. هايل. من اي تو زد، من اول شكل المفرش. اقول لك كنا عاملين الاسترتش بتاعه لونه جرين. طيب بصراحه كانت حاجه رائعه، مفيش حاجه ما عملناهاش. الخضراء كانت نازله الصبح، نازله بالعربيات طازه لسه نازله حالا. فطير السخن، الافران اللي اتنقلت بمعداتها بكل حاجه ليها. وما كناش متخيلين كم الاقبال الهائل من كل الفروع. انا من نفس زايد، في بصين طلعوا مدينه نصر، بصين طلعوا من الجزيره، كل ده الناس جت. اليوم كان فوق الرائع. عملنا منتجات الريف زي العسل، زي المخللات بتاعت الريف، زي كل ده كنا عاملينه. الرز المعمر. سؤال، بتعملوه ولا انا طبعا يعني لازم استفسر، ولا يعني انتوا كسيدات عندكم حد بيعمله ولا بنجيبه من الريف نفسه؟ كنا جايبين حد من الريف ذات نفسه، فلاحات لابسين، متفقين معاهم، لابسين بانتي، لابسين حاجاتهم. احنا قعدنا نعمل سوري طبعا البرد، معلش معلش ولا يهمك. كنا احنا قعدنا نعمل اكتر من 20 جلسه تحضيريه قبليها، اللي احنا ازاي الاول هنتفق الناس الريف دول هيجوا ازاي. 20 جلسه تحضيريه دكتوره؟ انا عارف انتوا بتجتمعوا مرتين بس، تعملي 20 جلسه تحضيريه يعني عشان تعملي يوم كتير شويه ولا ايه؟ حدث مهم. لا في كده احداث او انشطه مهمه جدا، فلازم يبقى ليها تحضير يعني متميز. ايه اللي كنت يعني بتتكي عليه زي ما بيقولوا كده لازم يتعمل، لازم ناخد بالنا، ايه التفاصيل نفسها؟ اولا اول حاجه انه كل عضوه تتسكن في دورها صح بالمظبوط. كويس. والتاسك اللي بتاخده تكون مسؤوله عنه فروم اي تو زي. هايل. كويس. بالمناسبة احنا عندنا منسق اعلامي في اللجنة، عندنا كمان مسؤول عن التكنولوجيا، استاذة امل احمد مسؤول عن التكنولوجيا، استاذة اسماء عبد الله. عندك منسق اعلامي؟ طبعا منسقة. منسقة احمد. بس عشان الكلمة جاية. بصي انا عارفة اتفضلي. منسقة اعلامية استاذة اسماء عبد الله. عندنا كمان الحقيقة برضو انا مؤمنة جدا باللامركزية. فعندنا سوبرفايزر مدينة نصر، وسوبرفايزر زايد، وسوبرفايزر الجزيرة، علشان برضو يكونوا مسؤولين كل واحدة عن فرع معين. فبنبتدي نقسم التاسكات، ودي كانت اهم مرحلة، تقسيم النشاط على كل عضوات النادي. برضو نرجع للسيفيهات اللي كانت بتتقدم. السيفي انا باخد منه ايه؟ باخد منه مهاره وقدره ومؤهل. فالمهاره والقدره والمؤهل بيديني الارم كده واشاره انه العضوه دي هتعرف تديني في التاسك كده كويس قوي. لو جالك حد النهارده السي في بتاعته قويه، هتدخليه لجنه ولا عادي اللجنه اكتمل؟ لا هقول لحضرتك حاجه، ده سؤالك اكتر من رائع. اولا زي ما رنا قالت كده، قوام اللجنه صحيح 10، ولكن احنا ما بنعتمدش فقط على قوام اللجنه، احنا نتمنى يكون قوام اللجنه كل عضوات النادي. عشان كده صممنا استماره استبيان، واسفه استماره، وسميناها اطلقنا عليها استماره عضويه مشاركه، يا ريت تضم يعني كل عضوات النادي. حقيقي احنا عندنا عضوات مشاركات مالوا معانا الاستماره، ومعانا كمان معانا في كل الايفنتات تقريبا، ومنهم كمان كانوا في الاول عضوات مشاركات انضموا بعد كده وبقوا عضوات اساسيات في اللجنه. حلو. رنا لو اليوم الريفي عمل جوه الناس حاجه كويسه قوي، وانا متاكد ان هو اتطلب في كذا في فرع مدينه نصر والطلب، بس لسه ما اتعملش، لكن انا عارف ان هو جاي مظبوط اكيد. طيب خش ليوم مهم لمصر، اليوم مهم مصر كلها بتفخر فيه، وهو يوم 6 اكتوبر. مش عايز اقول لك اليوم ده يعني برضو احنا ما حصلش قبل كده ده في النادي صح؟ حقيقي لاول مره على مستوى النادي، وبعتقد انه على مستوى كل النوادي. ما حصلش تكريم لهذا الكم الهائل، واصلا الفكره بعتقد انها اول مره. انا هروح لرنا، لازم رنا هي اللي عندها كل الخيوط. غير كده رنا الحقيقه قامت بدور جبار جدا طبعا، عضوات اللجنه في اليوم. لا انا عايز اعرف برضه يعني التفكير جه ازاي؟ انا عارف ان ده يوم رائع كلنا بنفخر فيه، وهنظل نفخر لاخر يوم في حياتنا كلنا. بس هي الفكره جت ان احنا عندنا ابطال في النادي الاهلي قوي، فابطال ويبقوا ابطال في اكتوبر،
فكانت ان احنا نعمل نكرم الناس دي، ازاي نقول لهم انتوا قد ايه عظام واحنا صغارين قوي جنبكم. هما وما كناش متخيلين الكم الهائل من الناس هتتقدم. اما انا اعلان العلاقات العامه ناس تيجي تقدم، احنا لحد ليله الايفنت بالليل كان في ناس لسه بتقدم كميه بقى، وناس شخصيات عامه يعني. كان عندنا سياده اللواء اركان حرب علي حفظي، ده محافظ شمال سيناء سابقا. كان عندنا اللواء مصطفى كامل، ده محافظ الاقصر سابقا برده. كان في مش عايز انسى حد يعني، اللواء محمد معتصم برده محافظ شمال سيناء. كميه ناس رهيبه، احنا حسينا قدامهم ان احنا صغيرين قوي. بعدين انت تجيبهم نعمل لهم زي ما احنا قدامنا بالظبط اهي شايفين. هي دي كان حفله 6 اكتوبر الرائعه اللي النادي الاهلي فعلا لما اتعملت كان فخر لينا كلنا كاعضاء للنادي الاهلي. بصراحه يعني الاداره التنفيذيه ساعدتنا جامد جدا. الاداره ما بخلتش علينا بحاجه، اداره النادي بمجلس اداره كامله، استاذ محمد يوسف ما بخلش معانا بوقت بجهد. كان معانا لحد اخر لحظه، لحظه بلحظتها، واحنا بنقسم الحاجه واحنا بنعمل ريبورتاج. عملنا ريبورتاج عن كل واحد يتكلم دقيقه عن كلامه عن مصر. عن دكتوره عايز اعرف حاجه مهمه، الصوره قدامي لجنه المراه معاكم. أيوة. لابسه طرحة حمراء. أيوة. وابيض واسود. ده يعني الفكره جت ازاي؟ هو بصراحه ده تقليد لجنه المراه من اول ايفنت احنا بنعمله. احنا بنحاول علشان الاضاءه، عشان المنظر يبقى شكله كويس وحتى في التصوير يبقى كويس، فبنحاول نوحد اللون على قد ما نقدر الحقيقه. فبيطلع ده كابتن خطيب قدامنا. يعني ضحكة الفخر دي كانت جميلة قوي بالنسبة لنا. يميها كان تعبان جدا بس يعني ربنا جدا بس ما شاء الله يعني وقف وكرم 65 آخر واحد 65 بطل من أبطالنا تمام في النادي. فكانت الفكرة انه عشان يبقى شكل اللجنة شكلها لائق وشكلها جميل في الصور، فقمنا بتوحيد الألوان على قد ما بنقدر في كل إيفنتات. توحيد الالوان دي حاجه مهمه جدا، لكن لجنه الشباب التنسيق كان معاها ازاي؟ لان كانت لجنه الشباب مشتركه معاكي في الايفنت ده، مظبوط؟ هو طبعا كانت مشتركه. طبعا احنا بنبقى حريصين جدا جدا ان احنا نشرك معانا كل لجان النادي. طبعا لجنه الشباب نظمت معانا يعني الحضور كمان. الحقيقه كان ليها دور رائع جدا جدا، نشكرهم ونشكر اي لجنه في النادي بتحاول تبذل جهد لخدمه اعضاء النادي. اصل خد بال حضرتك يوم بالذات المؤتمر ده كان التفصيله صغيره كتير قوي، يعني الصوره فيها تفاصيل كتير. يعني الصوره اللي هي الجمعيه اللي اتعملت دي، احنا بتعمل نمبرز بتشوف كل واحد هيقف ازاي. الثانيه بتفرق. انا اسالك سؤال بصراحه، ايه اصعب موقف اتعرضت ليه في اليوم ده، او اصعب موقف عدى على اللجنه في اليوم ده بالذات؟ ان احنا كنا بنغير الاسماء، ترتيب الاسماء لحد قبل الايفنت بربع ساعه. ده حقيقي ربع ساعة. خد بالك ده اللود، ان ازاي بترتب اسم لحد اخر لحظة. ممكن لو واحنا بنطلع الناس على الصورة لازم يطلعوا على ستيج صح، كل واحد بالنمبر بتاعه، فازاي يبقى مرتب القعدة على الصورة على التايتل بتاع الرتبة. ما حصلتش مشاكل وشد وجذب بيحصل صح؟ طبعا اكتر في الايفنتات. خلينا نطلع لتقرير مهم عن عمل رائع اتعمل برضه في النادي الاهلي من لجنة المرأة مع مستشفى بهية. هنشوف التقرير وترجعوا لنا مرة تانية. يا بهية انت اغلى الناس عليا، انت اجمل حاجه فيا، ياللي لو تتقلمي الدنيا دي بتضيق عليا. عايز اقول في الاول كم انت عظيم يا اهلي، ان هو يجمع الناس الحلوه دي كلها، اعضاء النادي الاهلي المحترمين واعضاء الجمعيه العموميه المحترمه، مع طبعا مسؤولي شركه، مع مسؤولي مؤسسه بهيه للاكتشاف المبكر لعلاج سرطان الثدي. الساده مسؤول مؤسسه بهيه للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، الحضور الكرام، من منطلق حرص النادي الاهلي الدائم على دعم المؤسسات المجتمعيه والوقوف الى جانبها وتفعيلا للدور المجتمعي الذي يقوم به النادي الاهلي، ياتي اهتمام الاهلي بدعم حمله محاربه سرطان الثدي في اطار دوره المجتمعي الدائم نحو المشاركة في كافة المجالات التي تخدم عائلة الأهلي. وتعد مؤسسة بهية من أهم المؤسسات التي تلعب دورا كبيرا في مكافحة مرض السرطان لأمهاتنا ونسائنا وبناتنا. تقدم خدماتها وعلاجها بالمجان للسيدات التي يعانين من سرطان الثدي، ابتداء من الكشف المبكر ومرورا بجميع مراحل العلاج. ومن هنا جاء حرص النادي الأهلي على مد جسور التعاون مع مؤسسة بهية، حيث قام وفد من النادي الأهلي بزيارة المؤسسة الأسبوع الماضي، واليوم نستقبل المسؤولين من مؤسسة بهية في إطار تفعيل دور النادي الأهلي المجتمعي وتعاونه مع المؤسسات الخيرية.
ضمن برنامج عائلة الأهلي الذي وضعه مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب. اللي بتقدمه بهية مختلف عن الكائنات المناظرة هو الجمع بين ثلاث حاجات، وأنا يمكن كتبت ده في المقال بتاعي. هم بيقدموا الخدمة الطبية بالمعنى الاحترافي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني، ومقدمين معاها بقى جزئيتين مهمين جدا اللي هم بيفوتونا كتير في منشآت كتير تانية في مصر حتى لو بتقدم خدمة مجانية، الجزئية الأخلاق وجزئية الإنسانية. فالمعايير الأخلاقية والإنسانية اللي موجودة في بهية هي نموذج يحتذى وتستحق أن تدرس هذه التجربة من الناس اللي ماسكة المنظومة الصحية في مصر عشان نقدر نطبق ده على مصر كلها سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص. لأن أقسم بالله لو تم تطبيق المعايير المطبقة في بهية في المعايير المهنية والأخلاقية والإنسانية في المنظومة الصحية في مصر، ستكون المنظومة الصحية في مصر دون أدنى مبالغة هي الأفضل في العالم. طبعا تجربة نفسها شيء رائع وعظيم أن يبقى عندنا سنترز في مصر بتعمل حكاية دي، وأتمنى أن تتعدد في كل المحافظات. زي ما كنت بقول أن الواحد لما بيعمل تحليل كل 6 شهور بيبقى قدامه نتيجتين، يا ما عندوش حاجة فبتبسط، يا عنده حاجة ويعالجها ويتبسط. في الآخر خلونا متفائلين، بالأساس الأهلوية بتولدوا متفائلين، فإحنا متفائلين حتى بوجود المرض. بتمنى الناس كلها أولا تدعم مستشفى بهية، ثانيا عليهم أن هم يعملوا الكشف الدوري اللي هو بدأ من 40 سنة لازم يبقى فيه هذا الشكل. وبتمنى طبعا كل الناس تتبرع لهذه الكيانات اللي هي كيانات أهلية معمولة عشان يقدروا يساعدوا المرأة ويساعدوا الإنسان المصري بشكل عام. ده شيء رائع. احنا الحمد لله عملنا زيارة، احنا فتحنا الملف التوعية الطبية شوية والنادي الأهلي بشكل عام مش اللجان بس، واعتقد ان كان في كذا اكتيفيتي موجوده في الفتره اللي فاتت. جهاز السكر اللي منتشر في كل الفروع بمبلغ رمزي جدا، ده على مستوى الاداره التنفيذيه والاداره الطبيه. احنا كلجان ومن واقع مسؤوليتنا المجتمعيه عملنا زياره للمستشفى بهيه. سرطان الثدي زي ما احنا عارفين ان هو دلوقتي للاسف بيصيب سيدات، يهمنا جدا 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 الصحه النفسيه والشخصيه لعضوات النادي الاهلي، وبالتالي عملنا ابروتش للبهيه وعملنا معاهم زياره ودعيناهم لزياره النادي الاهلي النهارده في وسط كوكبه من الشخصيات الاعلاميه وبرلمانيين وشخصيات عامه. فالحمد لله اليوم كان ناجح جدا الحمد لله. فكره ان النادي الاهلي يعمل حاجه ليها دعوه بالتوعيه ويكون يعني بيتعاون مع مؤسسات مهمه زي بهية، ده شيء مهم جدا جدا جدا، والحقيقه ده حاجه من الحاجات اللي تتحط في السي في طويل العريق بتاع النادي الاهلي. عايزه اقول لك انه فكره ان احنا نهتم بالتوعيه بسرطان الثدي ده من الحاجات اللي فعلا مهمة. الستات ما بتاخدش بالها من الحاجات دي كلها، مع ان الموضوع لو تم اكتشافه مبكرا فبالتالي ده بيأثر على العلاج بشكل كبير قوي. مبكرا يعني معناها زي ما كنت بقول في المؤتمر كده 98% حالة شفاء. فاحنا النهارده لازم نوعي كل يوم الناس باهميه الكشف المبكر والفحص المبكر عشان بتقي ستات كتير جدا ورجاله على فكره، يعني سرطان الثدي برضو بيصيب الرجاله، عشان تقدر توعيهم بالموضوع ده. لو عملت كده زي ما بقولك انت بتنقذ حياة ناس كتير قوي. عمل رائع، عمل جميل، اتعمل مع في النادي الاهلي لعضوات او مع عضوات النادي الاهلي مع لجنه المراه. خلينا نروح للدكتور عزه وتقول لنا ايه اللي حصل، ليه رحنا لبهيه ودعمنا مستشفى بهيه. ده احنا كنا فاكرين ان احنا ندعمهم، هم دعمونا نفسيا حقيقي. اولا احنا لما رحنا احنا في الاول عملنا زياره وفد من النادي الاهلي، وكان معانا عضو مجلس اداره الدكتور محمد سراج، كان معانا استاذ محمد يوسف رئيس اللجنه العليا واعضاء اللجنه العليا واعضاء لجنه المراه، ورايحين ندعم او في تخيلنا دعم بهية. رجعنا بطاقه جميله ايجابيه منهم هم، كميه من الامل والبسمه اللي ما كانتش بتفارق اي حد من العاملين جوه. اولا احنا انبهرنا بحاجتين،
بهرنا من التجهيزات الموجوده والمعدات واحدث حقيقه تجهيزات جوه بهية. دي حاجه زي ما احنا شايفين قدامنا، دي الزياره اللي الدكتوره عزه بتتكلم عليها. صحيح. وانبهرنا كمان من كميه الحب اللي جوه، الحب والرحمه اللي جوه مؤسسه بهية. فالحقيقه احنا كلجنه فخورين جدا 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 انه الحمد لله بفضل الله كان لينا بصمه في بهية، والحمد لله ده امتد بعد كده، وقررنا ان احنا الاسبوع اللي بعده يعني نكمل بقيه يعني التواصل مع بهية ونعمل مؤتمر بهية. لما جم رانا مؤتمر بهية، لما جه النادي ما جاش النادي اللي عضوات النادي كمان، لقيت قدامي برلمانيين وناس يعني سياسيين وممثلين واعلاميين وناس كبار جم الحفله دي بيدعموا الحفله دي. طبعا احنا الاول لما رحنا هناك لقينا برضو هم عاملين نفس الكلام، في شخصيات عامه. احنا عملنا دعوات مع المنسق الاعلامي لشخصيات عامه كتير، طبعا الكاتبه يعني شافوا الاكثر من رائعه انيسه حسون، هي كانت عدت اوريدي بالمرض ده، وحتى الفت فيه كتاب اسمه بدون سابق انذار، كانت اتكلمت ازاي عدت مراحله وازاي انها بتعدي منه. جات لنا الاعلاميه دعاء فاروق، ده المؤتمر اتعمل في النادي والواد الصغيره وحاجات رائعه بصراحه. ده حاجه الديتيلز الصغيره دي بتفرق قوي مع يعني ان انت تروح ترتب ديتيلز صغيره عشان تطلع للناس بالشكل ده. في يعني في حب طالع حتى في الصور، لان هم بيدوا بوزيتيف انرجي فظيعه، هم ضحكتهم بكل حاجه، حتى الدبوس بيبقى بالنسبه لنا فخر. احنا كنا خاطرين بصي اقول لك على حاجه بصراحه، النادي الاهلي هو الناجح دائما وابدا مع نجاح مستشفى وتلاقي في الافكار وتلاقي في الكلام، وتقابلنا صح؟ ده حقيقي. مستمرين معاهم لحد دلوقتي، عملنا لهم دعوه للماتش بتاع الاهلي والانتاج الحربي، ورحنا حضرنا مع محاربات بهية باص طالع من النادي الاهلي لحد هناك، كان الجو اكتر من رائع. يعني احنا ما زلنا مستمرين التواصل بيننا وبينهم، وعملنا كمان معرض محاربات بهية هناك يوم المؤتمر. كان المحاربات نفسهم عاملين معرض لمنتجات خاصة بيهم هاند ميد بإيديهم عاملينها، والمعرض لقى إقبال حلو أي برضو في النادي. هايل. دكتورة ملاحظ إن دايما بتجيبي الكلام أنت أو رانا معايا منسقة إعلامية، منسقة إعلامية، منسقة إعلامية، ليها دور بارز واضح. أه طبعا. أنا مؤمنة جدا بدور الإعلام على اختلافه، سواء إذاعة تلفزيون صحافة، وانه قادر يبروز العمل وبيطلعه بشكل لائق. فالحقيقه عندنا فعلا منسقه اعلاميه رائعه واكثر من رائعه. وبرده نرجع للسي فيهات، ان هي كانت متقدمه ان هي معده الحقيقه في قنوات مهمه. فده طبعا ساعدنا كتير جدا، اولا في البيانات الصحفيه اللي بتنزل دي حاجه، وطبعا على تواصل دائم بالصحافه. كمان الشخصيات العامه اللي حضرتك شفتها في كل الايفنتات اللي تمت من خلالها، طبعا اكيد من خلالها، فالحقيقه ليها دور رائع جدا جدا. تمام. دكتوره انا عندي اسئله كتيره بس الوقت بيجري بسرعه، ده طبيعي بصراحه يعني هنزل نكمل تاني، لكن قولي لي انت بتعملي ايفنتات في الثلاث انديه، بتختاري ازاي النادي وبتنسقي ازاي بينهم؟ يعني مره اليوم الريفي لما راح شيخ زايد اتطلب في مدينه نصر وطلب في اهل الجزيره، والناس كانت مؤمنه بده وعايزه ده وطلبات زياده، ازاي بقى بتنسقي بين الثلاثه؟ ده واجب ان احنا نعمل ده، لانه لجنه المراه المفروض انها بتغطي ثلاث فروع، ما يبقاش فرع على حساب فرع. يعني احنا مثلا لو هنعمل هنتكلم بعد كده في الخطه سريعا عشان برضو الوقت، لازم تكون خطه متوازنه يعني تضم الثلاث فروع. وبرضو بنشوف المكان نفسه، يعني احنا اخترنا مثلا لو حضرتك بتقول يوم الريفي، اخترنا مكان ينفع لإقامة يوم ريفي، مكان واسع، مكان فيه خضرة، فمكان لايق على الحدث. عايزة بس أقول بمناسبة اليوم الريفي فضل. إن شرفتنا الفنانة الجميلة فاطمة عيد في نهاية اليوم الريفي، كانت لايقة جدا طبعا، يعني كانت طبعا رائعة جدا جدا. دي حقيقة. في يوم كان مهم جدا تاني عندكم، أو إيفنت قوي جدا وكل النادي الأهلي اشترك فيه، وهو وضع لائحة النظام الأساسي للنادي الاهلي. كان ليكوا دور مهم مش جوه اليوم، قبل اليوم ما يبدا، وكان ليكوا طلبات، واكيد عضوات بتطلب طلبات منكم، مظبوط كده؟ طبعا. احنا عملنا الاول ورشه عمل خاصه باللائحه، ايه اللي مسكنا كل حاجه خاصه بالمراه، وايه المشاكل اللي بتقابل العضوات، ايه اللي كل واحده عندها حاجه كنا بنسجلها كويس، عشان يوم ما نعمل ورشه يبقى عندنا الكلام ده كله كويس. طبعا عملنا ورشه عمل مع دكتور عزه ومع مستر محمد يوسف، طبعا جانا استاذ طارق قنديل معانا، وبدينا نقول ايه بقى البنود اللي عايزين نعدلها، زي البنت تتفصل من سن كام، الحاجات دي كلها. اهم بند اتعدل في اللائحه بالنسبه لك او اتعمل او انتوا كنتوا مصممين عليه، ايه البند ايه؟
ان البنت تنفصل بقى مش لازم تكون اتجوزت. لازم ممكن ننفصل في اي وقت بعد كده، اول ما يتم سن الانفصال اللي هي من 21 ل 25 تنفصل. ما نحصلهاش ان احنا لازم نستنى لحد سن الجواز. ده يوم اللائحه. ده يوم اللائحه. احنا اللائحه دي استغرقت مناقشتها او مناقشتنا مع استاذ طارق قنديل واستاذ محمد يوسف رئيس اللجنه العليا. استحملونا وكنا عضوات اللجنه كمان، كان في عضوات من النادي كمان تم دعوتهم وناقشوا كمان اللائحه. قعدنا ساعه ونص حقيقي نناقش. و ده كابتن شوبير كمان كان معاكم. الصوره طلعت بس لقطها. كابتن شوبير اترجعوا لي صح كده كابتن شوبير؟ مظبوط تمام. ايوه تمام. الحقيقه وطبعا مجلس الاداره الحمد لله يعني عدل طبعا شويه حاجات احنا كنا اتكلمنا فيها يعني. واخذ اللي احنا اتناقشنا فيه الحقيقه ما اخذ الجد. تمام. ده يوم التصويت. يوم التصويت. يوم التصويت على احدى النظام الاساسي. كنت توزعته ازاي في النادي يوم لائحه التنظيم الاساسي؟ يوم رايح النظام الاساسي توزعته ازاي؟ كنا حريصين جدا ان احنا نتواجد، نبقى متواجدين في الخيمه، متواجدين كمان ان احنا نشجع الناس، نشجع العضلات ان هم يقولوا رايهم ويروحوا ويشاركوا في اللائحه لانها حق لكل عضو وعضوه في النادي. ولاول مره تحصل في نادي. دي اول مره تحصل في نادي. وتعرف ان ده شرف ليه ان احنا بنعمل حاجه يا جماعه خاصه بالنادي. احنا الست هتقول كلمتها فتفرق، كلمتها بتفرق يعني. طيب احنا بصي اسئله سريعه جدا بس لازم بصي هكمل بصي هكمل وقتي بيجي ليا. لكن فعلا عايز اسالك سؤال. عضوات النادي طلبوا منك طلبات كتيره او طلبوا من اللجنه. ده حقيقي. ايه الطلب اللي الطلب اللجنه مش قادره تعمله؟ مش قادره تعمله. لا لسه ما فيش حاجه الحمد لله لحد دلوقتي. والطلبات اللي طلبت كمان في طلبات حاطينها في الخطه لو سمحت لي اقولها سريعا لو عندنا وقت. ما انا بقول لك اعتمد بقى على الخطه على طول. اتفضل. اولا الشهور اللي فاتت احنا بنعتبرها فتره ما يسمى كده فتره انتشار. كويس. فتره تعريفيه احنا مين كلجنه، حتى عضوات اللجنه ابتدى يبقوا معروفين لعضوات النادي على مستوى الثلاث فروع. لبينا طبعا جزء من احتياجات العضوات لان احنا بنعمل لقاءات مفتوحه ولقاءات كمان غير رسميه بشيء من الود كده مع العضوات برضو على مستوى ثلاث فروع. فسريعا برضو نتكلم على البرنامج المقترح في الفتره القادمه 2019. كل ده مقترح لسه مجلس الاداره لم يوافق عليه. لا في جزء اتوافق عليه فعلا. الخطه بتاعت الاربع شهور فعلا تم الموافقه عليها. قمنا بجزء منها يعني زياره بهيه ومؤتمر بهيه ده في 2019. تمام. ايوه بس في جزء تاني لسه في السنه دي. في صدد ان شاء الله انه يتعمل باذن الله. في ندوه بالتعاون مع المجلس القومي للمراه بعنوان المراه المصريه مسيره عطاء لا تنتهي. ولاول مره النادي الاهلي بنتعاون مع المجلس القومي للمراه مع السياده السفيره سناء عطا الله. وده انفراد كده للقناه. الراجل مسيره لا تنتهي. اتفضلي. كمان حفل تكريم الام المثاليه بنسبه عيد الام ان شاء الله في مارس باذن الله. باذن الله حمله لا للتحرش على مستوى الثلاث فروع. هايله. مساعدة الأمهات الغارمات بالتنسيق إن شاء الله مع إدارة النادي عشان يكون برعاية النادي بإذن الله. كمان بنشجع مسؤولية مجتمعية مهمة يا دكتور جدا وده جزء أساسي كمان من برنامج عائلة الأهلي. المرأة حريصة جدا على تلبية احتياجات السيدات سواء جوه النادي كعضوات او خارج النادي كمان بالاتصال المجتمعي. هقف عند النقطه معلش انا اسف والله بعد بس لازم الحق اقول كل حاجه معاكي. 21 مارس يوم العيد الام ده يوم عظيم بالنسبه لنا. صحيح. هيحصل ايه فيه لعضوات النادي؟ اللي عايز يقدم يوميها، اللي عايز يساعد، يعني احكي لي البرنامج ده سريعا. هو ان شاء الله هيبقى يوم 22 الاحتفاليه ان شاء الله يوم 22 لان احنا بنبقى حريصين تبقى يوم اجازه. كويس. فهتبقى ان شاء الله يوم الجمعه 22 مارس باذن الله. بناء على استمارات هيتقدموا هيملوها من اداره العلاقات العامه على في الثلاث فروع. انا بس هي الكلمه دي اللي انا كنت عايز اسمعها منك عشان يبقى الناس عارفه. بس انا بقول كده عشان تبقى عارفه تروح ازاي عشان ما حدش يقول اصل انا يوم عيد الام كنت المفروض اروح وما اروحش. فهي عايزه بتقول وضمان للحياديه والشفافيه هيكون في لجنه مشكله. كويس. الاختيار بناء على معايير والمعايير دي هتبقى ان شاء الله برضو محطوطه ومعلنه علشان برضو الموضوع يبقى فيه شفافيه وحياديه. في قفل الباب معين في وقت قفل الباب ولا الباب مفتوح؟ احنا لسه لا خلال اسبوعين من بدايه الاعلان. لسه الاعلان ما نزلش بس خلال اسبوعين من بدايه الاعلان. اكمل سريعا. كملي. جزء اساسي من احتياجات عضوات النادي عايزين مشروعات يعني
يعني دعم ليهم مشروعات الصغيره وورش العمل اليدويه. هي. ان شاء الله في الفتره القادمه هنركز جدا على النقطه دي ومساعدتهم كمان في الـ في الـ في التسويق كمان تسويق المنتجات وعمل معرض كمان ليهم. صالون اسري شهري ان شاء الله لمناقشه قضايا الاسره وتعامل الابناء وطرق حل المشاكل الزوجيه. جدا صحيح. ورشة عمل خاصة بالتكنولوجيا وتأثيرها وكيفية الاستفادة منها بشكل صحيح. كمان تكريم الرياضي سيدات الأهلي للمتفوقين رياضيا في الألعاب المختلفة للسابقات للعضوات السابقات. أيوة. كمان إقامة ندوات وأمسيات رمضانية. كسون طيبين رمضان خلاص إن شاء الله على الأبواب بإذن الله. كمان برضو دور المجتمع زيارة دار المسنات حاجة بنعملها برا النادي وتقديم هدايا عينية إن شاء الله ليهم. إقامة مسابقة عشرة عمر ودي هتبقى مسابقه يعني قويه جدا. يوم ريفي عايزين نكرره لانه مطلوب جدا 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 عشان فطير بس ما كانش. كمان يوم الوفاء ان شاء الله اللي هو يوم احتفالنا بابطالنا كمان ان شاء الله هنكرمه لانه نادي الاهلي فيه ابطال كتير جدا 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 الحقيقه. فعايزين نكرم ان شاء الله الجزء المتبقي ان شاء الله من ابطالنا بإذن الله. واقامه مشغل دائم للخياطه والجلود لسيدات الاهلي اللي شاركوا في ورش التعلم. بصي الكلام معاكي مش هيخلص يعني كلامكم بصراحه يعني فعلا كلام ممتع وكلام رائع واكيد كل الناس مستفيدين من الكلام مع لجنه المراه. لكن ان شاء الله هيكون عندنا لقاء واثنين فعلا الاجنده عندهم يعني مشغوله جدا فيها حاجات كتيره جدا جدا لسيدات النادي الاهلي اللي احنا ما نقدرش عليهم طبعا اللي هم الاغلبيه جوه النادي. رانا كلمه اخيره كنت عايز تقولي حاجه ما سريعا. كنت عايزه اخد بس كلمه من حضرتك الاول. قلت الرجال في النادي هم رجال بيدعمونا احنا دلوقتي. طبعا ان جوز كل واحده فينا احنا متطوعين بنسيب بيتنا واولادنا فبنقعد فتره طويله جدا. فبشكر جوزي الاول طبعا حاجه وبعد كده بشكر كل اصحابي في اللجنه. مش هقول اصحابي ولا اخواتي. اخواتك بنكمل بعض. مش عايزه انسى حد. احنا عايزين نشكر كل سيدات النادي الاهلي. كل سيدات النادي الاهلي متمثله في لجنه المراه. بالظبط كده مظبوط. انا بشكركم دكتوره نورتينا وشرفتينا. ميرسي. عايزه اقول ان كمان حلمي اشمعنى هي وعايزه اقول ان انا اتمنى واعضاء اللجنه العليا يتمنوا ورئيس اللجنه العليا واعتقد النادي بحاله ونتمنى نعمل مجلس قومي للمراه داخل النادي الاهلي لحل دي مع مجلس الاداره حل قضايا المراه الحقيقه داخل النادي وخارج النادي. صوتكم ان شاء الله يوصل لمجلس الاداره. بشكركم شكرا جزيلا ان كنتوا معايا النهارده نورتوني وشرفتوني. وان شاء الله هنخرج لفاصل ونستقبل ابطالنا في كره السله للناشئات تحت 14 سنه وفوزهم ببطوله منطقه القاهره لكره السله.